خفف وزنك برياضة السباحة. السباحة، ركوب الخيل، والرماية. احنا هنحكي عن السباحة، كيف السباحة ممكن تخفف الوزن. السباحة الرياضة الأساسية للجهاز التنفسي وتقوية عضلات القفص الصدري وتقوية وزيادة سعة الرئتين. سعة الرئتين يعني كمية الهواء اللي ممكن ندخلها، هذه سعة الرئتين. كل ما كانت سعة الرئتين أعلى معناته في كمية أكبر من الأكسجين هندخل، وكمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون هيخرج مع الهواء، وهذا حيكون محمل بثاني أكسيد الكربون. وإخراج ثاني أكسيد الكربون هو أساسي في عملية التنحيف، لأن هاي السموم وأكثر شيء بنخرجها اللي هي مخلفات الحرق، هذا كله عن طريق التنفس. فالسباحة هي تمارين تنفسية، هي تمارين بتطلع الاسترس والضغط النفسي وهالشوائب والبلغم اللي موجودة في الرئتين. السباحة بتعمل عملية تليينات كاملة لعضلات الصدر وعضلات العمود الفقري وعضلات الجسم بحركات متتالية مع كمية نفس كبيرة ممكن ندخلها، اللي نعمل عملية حرك أكتر وبطريقة أكتر لها الشحوم هذه. السباحة آمنة جدا لكل أمراض الروماتيزم، أمراض العمود الفقري، يعني بنحرق طاقة بدون ما نعمل جهد على المفاصل، نحرق طاقة بتشغيل العضلات بشكل مستمر، لأن وقت السباحة حسب النوعيات السباحة احنا بنشغل كل عضلات الجسم وبنلينهن وبنزيد الدورة الدموية. السباحة تحرق دهون عن طريق الاسترخاء، لأنه لما نكون في المية ولما نحبس الهواء لما نكون تحت المية هذا بخفف الضغط النفسي بشكل سريع، هذا بخفف الضغط العصبي بشكل كبير. تخفيف الضغط النفسي والضغط العصبي والشعور بالارتياح هذا هيحرق طاقة من الجسم بشكل أفضل، وهيعمل يعطي المجال للجهاز الهضمي والجهاز وللكبد وللجهاز التنفسي إنه يسرع من عمله، لأنه بيكون في شيء عندنا ستريس. عشان هيك شاور بسيط ناخده في الدار بنحس عملية ارتياح. لما نكون موضوعين وضعين الراس وحبسين النفس في داخل المياه، هذا بيؤدي لتفعيل الجهاز الباراسمبثاوي اللي هو جهاز عكس السمبثاوي اللي هو بيرفع على عملية دقات القلب، زيادة دقات القلب، زيادة الضغط، زيادة عمل العضلات، عمل الأعصاب بطريقة استفزازية. فهذا الجهاز لما نحط راسنا تحت بتكل كمية الأكسجين، والجسم عشان ما يصرف أكسجين كتير بحاول يحافظ على هالطاقة هذه. ففي هاي الحالة بنخفف من سرعة القلب بحيث انها تضلها شغالة بس بتنزل، سرعة التنفس بصير عليها سيطرة، وبنضمن انه نعمل حركات منعشة مريحة منشطة وآمنة على كل المفاصل، وحتعطينا نتيجة مضاعفة بس عملية سباحة مرة مرتين في الأسبوع نصف ساعة. شكرا لكم، تحياتي، سلامات.